شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق. هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. صدق الله العلي العظيم. أولا وقبل كل شيء، لابد أن نعرف أن قوامنا نحن البشر يختلف عن قوام بقية الكائنات. قوامنا يتكون من قبضة من تراب الأرض، ونفخة من روح السماء. هذا المزيج المركب يكون ويشكل كياننا نحن البشر. الله سبحانه وتعالى خلق الجن من ماذا؟ خلق الجن من النار. النار كان هو المبدأ الذي تكون منه الجن. الملائكة لهم مبدأ آخر، يشكل ذلك المبدأ قوام الملائكة، لكن البشر يتشكل من هذين العنصرين: قبضة من تراب الأرض، ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى. هذان العاملان أو هذان المقومان، كل منهما له خصائص معينة. يعني هذه القبضة من تراب الأرض لها مجموعة من الخصائص، وتلك النفخة من روح الله سبحانه وتعالى لها مجموعة من الخصائص والصفات. من أهم هذه الخصائص المحدودية التي تميز هذه القبضة من تراب الأرض. شنو معنى المحدودية؟ معنى المحدودية أن هنالك حدوداً
مادية تطوق هذا العنصر المادي. هذا البدن الذي نشأ من تلك القبضة، هنالك حدود مادية تحول أمامه وتحجزه عن الانطلاق، هنالك حدود مكانية. هل يمكننا نحن البشر بهذا البدن المادي أن نتجاوز حدود المكان؟ لا. أنا الآن إذا أريد أن أنتقل إلى مكة، أحتاج إلى أن أركب الطائرة أو أركب السيارة وأقطع هذه المراحل المكانية مرحلة مرحلة. الطفرة لا تمكن في المكان. لا يمكن، أنت جالس هنا تغمض عينك وإذا بك في مكة، هذا لا يمكن، لأن هذا البدن المادي محدود بحدود المكان. الزمان هو العنصر الآخر الذي يقيدنا نحن البشر. إحنا لا يمكن أن نعمل أعمالنا إلا في زمان معين. أي حركة نقوم بها لا بد أن تنطبق حدودها على حدود الزمان. الكلام يكون في زمان معين، المشي يكون في زمان معين، كل خطوة تخطوها، هذه الخطوات التي نقلتموها إلى المسجد جزئوها إلى أجزاء، كل جزء منها ينطبق على جزء من أجزاء الزمان. فإذا بالنتيجة هذا البدن الذي صنع من تلك القبضة تحده حدود المكان وتحده حدود الزمان. أكو هنالك محدوديات أخرى أيضا. فاعلية هذه القبضة محدودة، قابلية هذه القبضة محدودة، مدى هذه القبضة بل مدى جميع عالم المادة مدى محدود. قديماً الحكماء كانوا يعتقدون بأن هذه الأبعاد التي لا نراها في هذا الفضاء، كان هنالك تصور على أن هذا الفضاء فضاء لا نهائي، وكان يعبر عن ذلك بعدم تناهي الأبعاد. الأبعاد غير متناهية، ولكن الحكماء الجدد والقدامى أيضا أثبتوا زيف هذه النظرية، الأبعاد متناهية. يعني نحن إذا مشينا في هذا الكون لابد أن نصل إلى نهاية لهذا الكون، الكون ينتهي عند حد معين. هذه صفة المادة، صفة المحدودية، وصفة أنها لا يمكن أن تسير إلى غير النهاية. نأتي إلى البعد الثاني. البعد الثاني جانب الروح. جانب الروح لا محدودية فيه.
ولو المحدودية النسبية. لا ندعي عدم المحدودية المطلقة، وإنما ندعي عدم المحدودية النسبية. يعني شنو؟ العلم يرتبط بالروح، هل هنالك حد معين للعلم؟ لا. إذا أحد العلماء عاش 1000 عام وقضى في اليوم 18 ساعة في طلب العلم، هل ينتهي العلم؟ لا. هل تنتهي قابليته لتلقي العلم؟ أيضا لا. الروح قابليتها قابلية لا تشبه قابلية المادة المحدودة. كلما أوغلت في هذا الميدان بإمكانك أن تتوغل أكثر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قمة في العلم، الله سبحانه وتعالى يقول له بأن هنالك مجالا للمزيد. الآية تقول وقل رب زدني علما، يعني حتى لو كان العلم بمستوى علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه النفس وهذه الروح لها قابلية للمزيد. هذه الحواجز، حواجز المادة، لا تقف أمام الروح ولا تقف أمام الروحانيات. الروح إذا كانت روحا قوية، إذا واحد لم يتوجه إلى روحه طبيعي كل شيء لم تتوجه إليه يكون ضعيفا. أي عضو من الأعضاء إذا واحد ما توجه إليه هذا العضو يضمر. المرتاضون الذين يقومون بالرياضات البدنية عندما يقوي عضلات يديه هذه العضلات تقوى، أما إذا واحد ما قوى عضلات يديه عضلاته تبقى في مستوى عادي. الروح إذا توجه إليها الإنسان، إذا التفت إليه الإنسان، هذه الروح تصبح روحا قوية. والروح القوية لا تعرف حواجز الزمان والمكان، لا تعرف الأبعاد، وإنما تتجاوز كل هذه الحواجز. مو فقط هي تتجاوز الحواجز، أكثر من هذا تأخذ هذا البدن معها وتجعل هذا البدن يتجاوز حدود الزمان والمكان أيضا. هل يمكن ذلك؟ نعم. هذه الروح إذا أصبحت قوية، إذا توجه إليها المؤمن، إذا رباها المؤمن، مو هي فقط تتحدى الزمان والمكان، تجعل هذا البدن المادي يتحدى حدود الزمان والمكان. أكو هنالك واحد من الرواة، هذا الرواة معروف جدا واسمه جابر الجعفي، وفي رواياتنا الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن له مقام عظيم عند الأئمة، حتى ذكروا أن مقامه من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كمقام سلمان من رسول الله صلى الله عليه وآله. سلمان منا أهل البيت، جابر له نفس ذلك المقام. يقول أحد الرواة دخلت المسجد
رأيت جابر فوق المنبر، كان يتكلم يبين فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يقول هو لاحظني من فوق المنبر، بعد ما نزل تقدم إلي وصافحني وقال لي: هل تحب أن نذهب إلى المدينة؟ تحب؟ هم في الكوفة وهنالك ألوف الكيلومترات تفصل بين الكوفة وبين المدينة، هل تحب أن تذهب إلى المدينة؟ قلت نعم. يقول أخذ يدي، خرجنا إلى أن وصلنا إلى منطقة ليس فيها زحام، ما في واحد. قال لي: أغمض عينك. يقول: أغمضت عيني لحظة وإذا بي بعد لحظة أفتح عيني على باب دار الإمام الصادق صلوات الله عليه في المدينة. القضية قضية لحظات، لا يحتاج إلى دقائق ولا يحتاج إلى ساعات، قضية دقائق فقط. هذا مو عجيب، واحد لا يتعجب من هذا، هذا محال، هذا مو محال، هذا في نص القرآن الكريم موجود هذا المطلب. آصف ابن برخيا في لحظة واحدة بغمضة عين نقل ذلك العرش العظيم من اليمن إلى سليمان. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تفتح عينك أو قبل أن تغمض عينك تجد ذلك العرش العظيم عندك. هذا تحدي لخطوط الزمان وتحدي لحدود المكان، مو فقط بالروح وإنما بهذا البدن وبهذه المادة الكثيفة. يقول: وجدت نفسي عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، دخلت عند الإمام وتكلمت معه وسألته بعض الأسئلة، ثم خرج، ثم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي: هل تحب أن تكون في الكوفة يا فلان؟ تحب تعود إلى الكوفة؟ هل تحب أن تعود إلى الكوفة؟ قلت نعم يا مولاي. فقال: كن. فسمعت الكاف في المدينة والنون في الكوفة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الكاف يسمعها وهو في المدينة والنون يسمعها وهو في الكوفة، وجد نفسه في الكوفة. هذه القدرات التي كان يحملها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم ليس كلامنا فيها، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لهم مقامهم الشامخ، نحن نتكلم في الأفراد العاديين الذين هم من أمثالي وأمثالك. هؤلاء الأفراد عندما توجهوا إلى أرواحهم، عندما هذبوا هذه الأرواح، ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض. أول مرتبة مرتبة الفرائض، ما يمكن واحد يشتغل بالنوافل وهو تارك للفرائض. الأولوية للفرائض، الأولوية للواجبات. لكن واحد بعد أن أصبح متقيدا بالواجبات
مجتنبا عن المحرمات لا يزال يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه، يعني يكون هذا الرجل محبوبا لله. فإذا أحببته كنت عينه التي ينظر بها، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، إن سألني أعطيته وإن دعاني لم أمنع. هذه العين تخرج عن كونها عينا مادية، تصبح عينا مرتبطة بذلك العالم. هذه اليد تخرج عن حيطة الزمان والمكان، تصبح مرتبطة بذلك العالم الذي يخضع له الزمان والمكان. قلت هذا الشيء موجود في نص القرآن، فلما رآه مستقرا عنده، هكذا كان أولياء الله، وهكذا يكون أيضا أولياء الله. هذه القضية أنقلها لكم بثلاث وسائط. ينقل أنه كان في النجف الأشرف رقاع. رقاع يعني الشخص الذي يرقع الملابس أو يرقع الأحذية. سابقاً طبعاً ما كان هذا التبذير اللي الآن موجود في بعض المجتمعات. الجوراب إذا كان يصاب بفتق، صاحب البيت هو كان يرتقه ويلبس ذلك الجوراب، لا ضير في ذلك. رسول الله كان يعمل هذا العمل، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها كانت تعمل هذا العمل. هذا مو شيء يخل بشرف الإنسان. الإنسان يجب أن يكون مقتصدا حتى إذا كان غنيا. كان هنالك رقاع، وكان معروف في النجف الأشرف بأن هذا الرقاع تطوى له الأرض، الأرض تطوى له، يعني بعد ما يحتاج إلى زمان، ما يحتاج إلى مكان، يتجاوز هذه الحدود. هنالك رواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. بعض العلماء يقولون معنى هذا الحديث: إذا كنت عبدا لله، إذا أصبحت عبدا لله، يعني ما تجاوزت حدود الله في أي قضية، تعلم ما هي حقيقة هذه العبودية؟ حقيقة هذه العبودية الربوبية. الربوبية يعني شنو؟ يعني تكون ربا لذاتك، رب لهذا البدن. اذكرني عند ربك، يعني شنو اذكرني عند ربك؟ عندما قال يوسف يعني عند صاحبك. الرب بمعنى الصاحب، المسيطر، المتنفذ. عبد المطلب قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني صاحب الإبل. هذا البدن إذا أخضعته لله، يعني عينك أصبحت خاضعة لله، ما نظرت إلى الأجنبية، يدك أصبحت خاضعة لله سبحانه وتعالى، ما لمست بها شيئا محرما، ما كان في يدك أموال محرمة، إذا لسانك كان خاضعا لله، ما تكلمت بغير ما يرضي الله، أنت في واقعك تكون ربا لهذا البدن، هذا البدن يصبح خاضعا لك. فلا عجب أن تطوى الأرض لولي من أولياء الله.
يقول أنا ردت، هذا أحد علماء الدين، أن أجرب هذه القضية أنه حقيقة تطوى له الأرض أو لا. كان المعروف بين الطلبة أنه هذا يصلي صلاة المغرب في مقام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في النجف. لعل الكبار أو كثير منكم رأيتم مقام الإمام المهدي في النجف، ويصلي صلاة العشاء عند حرم سيد الشهداء في كربلاء. قضية غريبة، في ذلك الوقت المسافة بين النجف وكربلاء كانت يومين مشيا على الأقدام، ما كان عندهم وسائل. يقول أنا إجيت وصادقت هذا الرجل مدة من الزمن، ثم بعد ذلك في ليلة الجمعة قبل الغروب، أنا في يوم الخميس قلت لواحد من الطلبة روح إلى كربلاء وانتظر في حرم الإمام الحسين هناك. هو تحرك يوم الخميس إلى أن وصل ليلة الجمعة في مقام الإمام. يقول أنا ليلة الجمعة رحت إلى دكانه قبل المغرب فرأيته جالسا في دكانه، فقلت له أنا عندي مكتوب مستعجل وعندي واحد من الطلبة في كربلاء ينتظرني، هل بإمكانك أن توصل هذا المكتوب إلى هذا الطالب؟ قال إن شاء الله. يقول أنا ودعته عند المغرب، راح توجه إلى مقام الإمام المهدي، صلى صلاة المغرب في مقام الإمام المهدي ثم غاب عني ما شفت. انتظرت، هذا في ليلة الجمعة، انتظرت إلى يوم السبت. يوم السبت جاء ذلك الطالب وقال لي القضية صحيحة، أنا كنت ليلة الجمعة بعد عدة دقائق من المغرب، أفرض 10 دقائق ربع ساعة، وإذا بهذا الرقاع يأتي ويسلمني المكتوب. إذن القضية تحققت وثبتت. يقول أنا رحت إلى هذا الرقاع ودعوته إلى بيتنا. يقول دعوت إلى البيت، جاء إلى البيت، تعشينا معه، ثم خرجنا إلى الشرفة، ومن تلك الشرفة كانت تبدو قبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول قلت له إنني دعوتك هنا لأنني كشفت سرك، إنني تيقنت بأنك تطوى لك الأرض وأريد أن تعلمني ذلك. يقول عندما قلت له هذا الكلام تغير لونه، تأثر، لماذا كشف هذا السر؟ ما كان يتصور أن هذا السر سوف يكشف، وتوجه إلى تلك القبة وقال كل ما لدينا هو من صاحب هذه القبة، إذا أردت شيئا فخذه من صاحب هذه القبة. يقول قام وخرج من البيت ولم يعثر له على أثر في النجاح، راح بعد لأنه كشف سره. قال بعد لا أبقى في مكان إن كشف فيه سري وإن كشفت فيه حقيقتي. الحقيقة الإنسان إذا واظب على طاعة الله سبحانه وتعالى وواظب على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من ألطافه المعنوية لا في الآخرة فحسب وإنما في هذه الدنيا أيضا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور.